حضورنا الكريم، نبقى الآن مع فنان شارك في مهرجان الأغنية العمانية الأول بفقرة المطرب الواعد، كان ذلك خارج المسابقة، وهو واثق من نفسه وإمكانياته رغم صغر سنه. الصوت الواعد سالم العريمي. سالم، مين كتب ولحن الأغنية؟ والله الكلمات كانت من كلمات الشيخ عبد الله بن صخر العامري، وألحان والحان الأستاذ محمد الجيلاني. طيب، بما أنك دخلت عالم الفن وأنت صغير كتير، ما هي طموحاتك للمستقبل؟ والله طموحاتي أنني أدرس الموسيقى وأني أكون فاهم في المجال الفني أكثر، وأن أكون يعني متوسع في المجال الفني ككل يعني. إن شاء الله بتكون.
غدا.